لينا الكرام مشاهدين حكاية ضحى في كل مكان، سلام الله عليكم. طبعا النهاردة معنا حكاية سيدة نقدر نقول يعني منعدمة الحالة الاجتماعية ما شاء الله، يعني نقدر نقول ان هي كانت متزوجة من رجل وطبعا سافر العراق ومرجعش بقاله أكتر من 20 سنة، ومعها 5 أولاد، 3 بنات، معايا خمس بنات. طبعا جوزت 2 وبتجوز التالتة. انا فوجئت لقيت بتقول اغيثيني، وعمالة بتلف على على البيوت، وعمالة تلف على المصالح الحكومية، وطبعا بتحاول تستغيث وبتقول ساعدوني ان انا اسطر على ولاياي واسطر على بناتي. طبعا كل اللي يشاهد الحلقة دي او يشاهد الفيديو ده يتواصل معي شخصيا، وانا اوصلكم بالسيدة اللي موجودة معايا، وهي تقول اسمها وعنوانها، لانها بتقول يا استاذة انا ما معيش رقم تليفون، بس طبعا انا هقدر اوصلكم ليها وتروحوا تشوفوا حالتها الاجتماعية وتحاولوا تتواصلوا معاها وتساعدوها. نتعرف بيكي وقولي اسمك وعايزة ايه بالظبط. أنا فاطنة على أبو خديج، يحوش عنك المرة، فاطنة على أبو خديج. اللي يطلع من اللي ربنا يقدرك عليه، اللي يطلع من نصيبك يا حتة عن أمك، يحوش عنك المرض ولا يرمكش في ضيق، يجبر بخاطركم، اللي يطلع من نصيبكم بحاجة، يحوش عنك المرض ولا تشوف مرض، فاطنة على أبو خديج. منطحة يا قلبوم، منطحة. منطحة من قلب طحى يا روح، يحوش عنك المرض. ايه هناك يا قلب امك في ريح بتاع المستودع، بتاع المستودع بتاع الغاز، يحوش عنك المرض ولا يرمكش في دقه يا كبدي، يجبر بخاطر. انا جوزت 2 ودي التالتة اهي والحمد لله. انا بس عايزه لها فطين مليتين، وعايزه لي لها بطانوي واحد الدان الحاف، هما دول اللي انا عايزاهم يا قلبوم. حالتك الاجتماعيه عامله ازاي؟ والله زي الفل يا قلبومك، بخبز حبه عش لك ولغيرك. يا رب تبارك لك في صحتك وحش عنك المرض. دي راح العراق اهوت 24 سنة، والله ما رجع، والله ما رجع والحمد لله. ومن نهار الحاجة ما غليت وعملوا كده، وما حدش يا بنت عاد بدي حد حاجة جاوب. يا رب يجبر بخاطرك ولا تشوفش مرض في جسمك، يسترك. هم دول يا قلب امك اللي انا عايزاه، والنبي يا قلب امك انت قبض السيسة عملته، والنبي ما قبض، وحياة عيالك ما قبض، والحمد لله. مين اللي حد بيساعدك مثلا؟ مفيش دخل شؤون اي، والنبي يما ابدا، وحياة عيالك ابدا، والنبي ابدا يا بنتي ما باخد حاجه خالص. بخبز حبه عيش. وعايشه ازاي؟ دلوقتي يا قلب امك بجيب الشكرت الدقيق، انت بتبقى هاتي يما ب 100 جنيه هاتي لي ب 100 جنيه عيش هاتي لي دي. انا ماشيه يا قلب امك والحمد لله، الحمد لله. انا عايزه هم الحبه الفوط وشويه الميلي، وعايزه لي لها بطانيه. يا رب ما يرميك في ضيقه ويجعلك مستوره. طبعا زي ما انتم شايفين حالة السيدة مصرية متواضعة مسكينة، ما لهاش دخل ولا قبض ولا حاجة، وطبعا هي عمالة بتعاني اهو، شايفين لون عينها عامل ازاي، يعني هي عمالة بتعيط ما بتبطلش عيط، لما عينيها ما عادتش قادرة تشوف بيها، وتحت عينها مسودة اهو، فهي بتطلب اقل حقوق، ان هي بتقول لك عايزة اسطر على ولادي. واحنا ان شاء الله هنساعدك وهنقف جنبك وهندعمك ان شاء الله، ونوصلك للناس كلها. انا بشكرك. عايزه تقولي حاجه تاني؟ لا يما ده هم رضا على كده، هم رضا، هم دول يما اللي هم اللي انا عايزاه، يحوش عنك المرض انت وهم. هي بس يا جماعه عايزه تسطر اولادها، فهي بتطلب حاجات بسيطه لجهاز بنتها عشان تسطر عليها وتدخلها، وربنا يعينها وقويها، وان شاء الله كلنا في ظهرك والخير فيها وفي امتي الى يوم الدين. واللي عايز يتواصل معاها من خلال صفحاتي، هي موجوده معايا اهي، وانا اخد البيانات بتاعتها واوصلكم ليها. شكرا.